في إطار الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة التجارة وصناعة البحرين مبادراتها وذلك لتوعية المستهلكين والتجار بالآثار السلبية لهذه الجريمة ودور المواطن في التصدي لها كما أن مكافحة التستر التجاري تتطلب تكاتف الجهود من الجهات الحكوميه ذات العلاقه اضافه الى التاجر والمستهلك البحريني كونه واجب وطني سواء في الابلاغ عن الحالات او في دعم جهود الدوله في الكشف عنها